بونجور، معكم حلقة جديدة من أرزي وبنتا. إن شاء الله بعد ما تخلص قهوتها الست سندي وصبحيتها اللي عرواق كتير، منعلمكم طبخة اللوبيا بزيت اليوم تطبخوها بعشر دقايق. هي مش إنها قصة صبحية، قصة إنه بلشين تصوير كتير بكير. صح النوم. مرسي. أنا منقية لوبيا ومحضرتهم وقصتهم بالنص من الصيفية وحطتهم بالفريزر. هلأ شلتهم من الفريزر دغري تطبخون، ما تشيلون وتذوبون لأن بيصيروا مثل الجلود. وقتها بدكم تكبسون بالفريزر بأيام الصيف، إذا نقيتوا لوبيا أو حدا جاكم كادو لوبيا ونقيتوا، بتحطوا مي وملعقة ملح خشن، ملعقة خل أبيض، تخلوا المي تقلب عليهم قبل ما تفرزون، لأن إذا بتفرزون دغري طازة بس تطبخون ما بعودوا يستووا. ما بعرف ليه. شو تقلب؟ يعني تغلي وتقلب هيك توقع. مو تكنيك جديد. اوكي. وفيكم تجيبوا اكيد لوبيا كونجولي، وفيكم تجيبوا لوبيا طازة وتنقوها. انا بحب قصة بهالطريقة اذا كانت كبيرة لانه منظرها احلى بالطبخ. مشان اللوبيا بدنا بصل مفروم، بندورة مفرومة، توم، بصل وتوم قلية بزيت وبندورة، بهار اسود، ملح، معجون البندورة أو رب البندورة إذا البندورة لأنه بالشتة فاتحة، إذا أيام الصيفية ما منعوز أبدا. هلأ رح قلكم كيف تفرموا البصلة، وزيت نباتي وزيت زيتون. أفرم واحدة حد التاني. بس نسيت تعملي شي. شو رجعت تعمليها بالنص؟ مش معقول وحياة الله ما فيك تعيشي بلاي لحظة، بتنسي صاير قد ما. بس ما علي، العمر له حقه. بس ولي هلأ هيك إذا بدك تحطيها بالتبولة أو شيء مبين يعني، بس بالطبخ لأنه لو كبار شوي بدوبه، مش ضروري نعملها بهيدي النوعية. بما أنه نحن كتير شاطرين فرجيناكم بصلة، وأكيد فرمين البصلات قبل تنقدر نشهل عليكم، مش هيك؟ خلص خلينا نبلش زهقنا. أنا فضل ما حط لها هاي الطبخة زيت نباتي حقيقة، بتعمل بس زيت زيتون. حط زيت زيتون. أوعك تقولي ملعقة صغيرة عن نظر. ملعقة كبيرة مش صغيرة. يلا حطي. اوكي قولي لي بس. غطي كعب الطنجرة سندي. بتغطوا كعب الطنجرة؟ بعد خلص. بتغطى كعب الطنجرة. نحط البصل اللي فرمناه. لاحظة شغلة انه الزيت زيتون دغري بيغلي. ايه ما لازم، لازم دغري تحطي البصل عليه مشان ما يحترق. اوكي كم بصلة تقريبا؟ هلا حاطين المقادير، انا هون عاملة شي 4 بصلات. اوكي. دايما بالمقادير 200 جرام يعني كباية اذا حاطينه، وقيسوا حسب الكباية. وين الملعقة سندي؟ هاي ملعقة. تفضلي جيبي وحدة كبيرة. يلا حركيهم للبصلات. انا بعتقد من جيب هذا البروجرام تطلع ريحة بصل بكل حلقة. بس يلبق لها كتير توم المدقوق. انت معود هيدي شاطرة فيهم. ايه اعطينا. يلا ما هي العمر، العمر خلص. اليوم قررت تعمليني ختيارة، ان شاء الله كلهم بخطروا بصيروا تيتا مثلي. ان شاء الله طول بعمرك اكيد. مرسي. دايما ما تخلوا ولا قشره من الثوم، دلعت من الثوم مشان صحه. عم طرتش يمكن على حالي. مشان صحه عائلتكم بتفكروا شغله بسيطه، او اذا عندكم الخادمه بتقشر او الثوم بتترك قشرة، هاي القشرة بتلزق على المصران وبتعمل أمراض منا صحية. كم سن؟ هيك ستة كانت تقلي، عشان بهم من أي أيام كانوا ينتبهوا على صحتهم بأشياء. هلأ نحنا معنا رفلي وعنا قرحة وعنا 100 شغلة، يمكن من هول القصص البسيطة يلي ما بننتبه لها. أوكي بديك بعد نحط سنتون مفروم؟ أكيد. هاي الكمية تقريبا بتطعمي 4 أشخاص. طبعا فيكم تقلوا مع عجة وبطاطا وتعملوا اشياء بالبقلة للوبيا. بس ما منحط باللوبيا توم مش مفروم مش مدقوق. بلا هلأ بس هول تيعطوا طعمة. بطيئة سندي، بطيئة كتير. عن جد شديها عني وشوفي. يلا بطء. عطيني هذا سكيني في الغيث.
خلصنا. اف توم اثنين ملح وبهار سندي، ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة بهار، في ملعقة صغيرة هون حبيت إذا بدك بحب أنا على النظر. أوكي، رشة بهار بعد؟ شفتي على النظر شو حلو، بس بدهم دقيقتين بتشموا شعراتكم، أول ما تصير شعراتكم قلي مظبوط يعني خلصوا. دقيقتين لأنه مثل الملعقة الصغيرة البندورة لأنه فاتحة كثير مي، فاتحة أو مش فاتحة أنا بحبها تكون كونسنتري. إيه أنت بتحبيها، في ناس ما بحبوا يستعملوا كثير رب البندورة لأنه أكيد رح تزيد بعد رب، لأنه أنا اللي رح أكل الطبخة بعد الحلقة مثل ما أنا بحبها. لا هلا مع البندورة هذا بكفي وبزيادة رح يصيروا كونسنتري. الملعقة بعد؟ لا ليش؟ الأولاد كثير عندهم تندانس إنه ياكلوا رب وياكلوا كاتشب، هذا شيء منه منيح لصحتهم. دايماً بحسس أنا من البهار. خلص ريحة شعري مش حالة. بنحط فوق البصل تقلى طلعت ريحته، ما ضروري نخليه كثير يعني بني. هي زيت اللوبيا بزيت بنعملها بلحمة، زيت الطريقة زيت الطريقة، بس هون نعمل البصل والثوم مع لحمة. أوكي، ومنطبق عليهم البريتو أو مننطر اللحمة تستوي. لا نقلل اللوبيا زيت شوي، بس بدها بريتو تستوي بسرعة اللحمة. إذا بالبريتو بتنحط اللوبيا مع اللحمة، إذا بالطنجرة بدها تستوي اللحمة قبل بالطنجرة وبعدين بتنضاف اللوبيا. بس اللوبيا بزيت هون بنحطها ومننسفها، بقولوا تعلمي هيك بدلنا ننسفها ننسفها ننسفها. الله يرحمك يا ستي، كنا نشيل منسف ونعمل هيك على الخبزة وناكل لوبيا منسفة مع بصل وزيت زيتون، بس محطوط لها الملح والبهار قبل ما نضيف البندورة. كثير طيبة خصوصا بالصيف، بتشموا ريحة الصيفية فيها. ليه هلأ على الأشعار؟ وبس تطبخوها بالبيت عن جد بتشموا ريحة الصيفية، لأنه أنا كثير بحب الصيف ما بحب الشتاء. بالبيت بس تعملوا هيك اللوبيا. شو ريحة الصيفية شو ريحتها يعني؟ ما فينا حتى لوبيا. لوبيا بندورة طازة خرج بحر. هي تنسفيها بالمو تكنيك تبعك يعني تبلش دلة زيت لون بس تدبل شوي صح؟ لا تتقلى تعمليها هيك تتقلى. لكن ليه بدك تقولي لها تتنسف؟ لانه وقتها تدبل اللوبيا بتنسفيها يعني بتقلبي هيك الطنجره مع البصل هيك تشينغ تشينغ تشينغ. بيجوا عليكم بتقلوا المطبخ؟ لا بكون مع الغطا. ايه هاد بتزبط مام، اذا انت اطول شوي اضعف شوي. ايه افضل نتركها مثل ما قلتي سندي، عن جد ما في نعيش بلاكي. فكريها لان كل ما بتدبل اللوبيا كل ما اطول. رح نحط المقادير نرجع نضيف البندوره. بعد ما حطينا المقادير شفتوا انه بدكم بركي 5 دقائق تتعملوا القلية وتحطوا اللوبيا، وبتنطروها شي 4 دقائق 5 دقائق تتنسف وتتقلى وتدبل مضبوط مع البصل وزيت الزيتون. بدك تدوقي هيك قبل البندورة؟ لا حط البندورة. بعد ما تقلت مضبوط اللوبيا فرجيها سندي هيك على الكاميرا هون، قرت هي والبصل. نحط البندورة الفريش المفرومة. اوكي الرب، رب البندورة يلي بدي يعطيها اللون الأحمر. شو بعد فيها؟ لا مي خلصت صح؟ لا ما بتاخد مي.
هي مية البندورة بتطبخها، ما بنحط لها مي ابدا. بنوس النار. نوسته. بنغطيها. بترى تطبخ البندورة على نار كتير خفيفة. من بعد ما كان إلى الطبخ 5 دقايق على النار شو بنقول؟ خلصت طبختنا. تنحمل الجاد بس قبل، يلا. يلا. على هليك ما تتهوري. شوي شوي. شم الريحة. بتضل اللوبيا لونها أخضر. طولي أنتوا عم بتنزلي هول. لا بس بتحبي شرن عليكي على مهلك. ها؟ يلا. نحط اثنين هيك يلي مثل منا على الوجه، حتى لو بدنا نحطها لعائلتنا حلو يتقدم الطبخة هيك بشهية، لأنه طعم العين بيشبع البطن. شي هيك. هلأ خلصت طبختنا. وخلصت طبختنا.